سياسة التجويع وحرب الخدمات أخرجت هؤلاء المواطنين في العاصمة عدن وبالتحديد في ساحة العروض بخور مكسر للتنديد بهذه الممارسات وبالفساد المستشري في المؤسسات الكافة. المواطنون هنا طالبوا الحكومة بتوفير الخدمات التي تعاني منها العاصمة وفي مقدمتها الكهرباء. نحن نزلنا اليوم هذا من أجل الخدمات والمعاناة الشعب الجنوبي، وأصبحت الكهرباء يعاني منها الشعب والأمراض داخل بيوت المدمنة، والناس تقع تدخل داخل مستشفيات من الكهرباء على ساعات وساعات. أين القيادات؟ أين المسؤولين؟ لا توجد شرعية ولا يوجد أحد. الهدف من خروجنا هي مطالب المعيشة، الكهرباء، المين، الرواتب، معيشة، حياة أفضل للناس، للأطفال، المستقبل. يعني إحنا لا كهرباء، لا مي، لا رواتب، لا حياة كريمة زي الناس. إيش مستفيدين إحنا من الحكومة هذه؟ إيش سوت لنا؟ من على ما أجت لحد لنا إيش صلحت إحنا؟ لا كهرباء، لا مين، لا رواتب، لا حياة، لا أي شيء. إحنا إيش أقول لك؟ مسلوبين من كل شيء. المشاركون في الوقفة السلمية نددوا بالتدهور الاقتصادي والمعيشي وتدهور العملة في ظل صمت حكومي غريب، كما أدان المحتجون تلويث العاصمة عدن بالانبعاثات الدخانية لمحطات توليد الكهرباء نتيجة تزويدها بوقود مخالف للمعايير، مطالبين بتحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين. ونحن نطالب كل من لديه السلطة ولديه القرار أنه يكون هناك في شأن القرار بأن يكون صارم بقراراته، وأن يعيد لنا الحقوق التي سلبت لنا، ونحن سيبنا بيوتنا وأولادنا وأطفالنا. الآن العملة انهارت، كل شيء منهار فينا. نحن دولة وموجودون هنا في داخل هذه الدولة من أجل أن نقول كلمتنا، نقول حقوقنا، وأن ندافع عليها بأكمل وجه. نطالب كأبناء عدن وكأبناء الجنوب كافة بأن ما وقع علينا الآن من ظلم شديد، تجويع، إفقار، خدمات، تدمير خدمات الكهرباء والماء، غلاء المعيشة، ده شيء طبيعي. نحن نطالب بردعه. كيف نطالب بردعه؟ نحمل المسؤولية الحكومة. إذن هي مرحلة حرجة يعيشها المواطنون في عدن وكافة مدن الجنوب في المجالات كافة، انعكست سلبا على الوضع المعيشي والخدماتي وكذلك الإنساني بفعل فاعل. وقفة سلمية جاءت ضد منظومة الفساد في الحكومة التي تحاول تركيع الشعب بكافة الوسائل الممكنة للرضوخ والاستسلام. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق، عدن.